ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح محاضرة ثانية من الكاردياك مصل أو البروبرتيز أو الكاردياك مصل، خصائص العضلات القلبية. أنا خليتكم تشوفون ذيك الفيديوهات حتى تفهمون هذا الحكي اللي راح نحكي. أول شيء راح نحكي عن الكونتراكتيلتي. الكونتراكتيلتي عبارة عن التقلص أو تقلص العضلات. فهدفنا من هذه المحاضرة ديسكرايب ذا ميجر بروبرتيز أوف كاردياك مصل. راح نحكي عن الخصائص العامة أو أهم الخصائص للكارديك مصر العضلات القلبية. راح نناقش فرانك سترينج لو، قانون فرانك سترينج، وراح نناقش الديسكريبشن هو أكشن بوتنشال كوز كونتراكشن، شلون الأكشن بوتنشال أو الجهد الخلوي راح يسوي لنا كونتراكشن. وإذا شفتوا الفيديوهات اللي قبلها شفتوا شلون تفوت الأيونات تطلع الأيونات، فبالتالي راح يتكونها، فيسموه كارديك اكزايتيشن كونتراكشن كابلنج، يعني يصير تحفيز قلبي او تحفيز للقلب ويصير عندنا التقلص، هذا يسموه كارديك اكزايتيشن كونتراكشن كابلنج. زين، الكونتراكتيلتي التقلص او قابليه التقلص هو شنو؟ از ذا ابيلتي اوف ذا كارديك مصل تو كونتراكت. انا اقول لك مصطلح كونتراكتيلتي يعني قابليه العضله القلبيه للتقلص. The effect of various factors on the contractility. اكو هواي عوامل تؤثر على الكونتراكتيلتي، يسموها الايانو بروبزم، يعني اكو هوايه من العوامل تاثر على الكونتراكشن على التقلص اللي احنا نسميه ايانو تروبزم. يعني من اقول لك مصطلح ايانو تروبزم يعني العامل الذي يؤثر على الكونتراكتيلتي، فمن اجي اقول لك بوزيتيف ايانو تروبيك افكت، يعني هذا العامل يزيد عمليات التقلص او يعني يزيد التقلص، يزيد الكونتراكتيلتي. وبالعكس من اقول لك هذا العامل هو نيجاتيف ايونوتروبيك افكت مين ديكريز مايوكارديال كونتراكت، من اقول لك هذا العامل هو خاصيته هو نيجاتيف ايونوتروبيك، فبالتالي يعني يقلل تقلص العضلات القلبيه. فاذا دائما ايونوتروبيزم نقصد به التقلص، فاذا قلت لك عامل معين هذا بوزيتيف فيعني يزيد، من اقول لك فد عامل معين هذا نيجاتيف فيعني يقلل. زين، excitation contraction coupling in the heart muscle. الاكزايتيشن التقلص او الاكزايتيشن التحفيز والتقلص الكبلنج، دائما حتى يصير عندنا تقلص لازم اكو تك اكزايتيشن، فالتحفيز كهربائي فالموجات كهربائيه هي اللي راح تسوي لنا هذا الشيء. As in the skeletal muscle، اذا مثل السكيليتال muscle مثل العضلات الهيكليه. The depolarization wave reaching via T-tubule has opening of calcium channel in the sarcoplasmic reticulum adjacent to the T-tubule. إذن هو مثل العضلات السكيليتال المصل، عملية الديبولاريزيشن، عملية فقد الديبولاريزيشن أو فقد القطبية، من يصير دخول أو يصير تحفيز كهربائي فالخلايا راح تفقد القطبية، فعملية فقدان القطبية reaching via T-tubule wave cause. إذا للموجات اللي راح توصل إلى T-tubule، هذا أكو شيء تركيب نسيجي موجود داخل العضلة نسميه T-tubule، شكله على شكل T، فهذا نتيجة الديبولاريزيشن نتيجة فقد القطبية راح يخلي داخل T-tubule تنفتح قنوات الكالسيوم، تنفتح قنوات الكالسيوم opening of calcium channel in the sarcoplasmic reticulum. اذا احنا شو نسميه endoplasmic reticulum نسميه بالخلايا العاديه، هنا نسميه sarcoplasmic reticulum adjacent to the tubule. اذا راح نشوف راح تنفتح قناه الكالسيوم اللي هي بالsarcoplasmic reticulum والقريبه من التيوبيول. الخليه من تفقد الديبولاريزيشن، وحكينا بالفيديو اللي دزيت لكم اياه شلون الخليه تفقد الديبولاريزيشن من يقل الجهد والجهد تنفتح. فاذا اول شيء قنوات الكالسيوم اللي موجوده بالساركوبلازماتيك ريتيكولم ادجسنت تو ذا تيوبيول راح تنفتح. زين، من انفتحت قنوات الكالسيوم ايش راح يصير؟ release of calcium from the cisterna of the sarcoplasmic reticulum activated calcium اي كالسيوم زائد 2 binding to the troponin C leading to cross bridge formation between actin myosin which result in the contraction. اذا عمليه خسران الديبولاريزيشن راح يفتح القناه الكالسيوم. الكالسيوم اللي موجود هنا راح ينفرز من سيسترنا، اكو جزء اسمه سيسترنا بالساركوبلازماتيك ريتيكولم، فراح يتحول الى كالسيوم فعال. هذا الكالسيوم الفعال راح يرتبط ويا الماده اللي نسميها التروبونين سي، وارتباط الكالسيوم الفعال بماده التروبونين سي راح يسوي ليدنج تو ذا كروس بريدج فورميشن، اللي راح يسوي بريدج فجسر ارتباط كروس بريدج بين خيوط الاكتين والمايوسين، وبالتالي راح يصير عندنا
التقى النص. فاذا اول عمليه لازم يصير عندنا هي الديبولاريزيشن حتى يصير عندنا. فبالتالي اول شيء راح يصير عندنا ديبولاريزيشن، وحكينا شلون يصير الديبولاريزيشن بالفيديوهات اللي بنزلها يعني، فحتى تفهم هاي العمليه. زين، ان كاردياك مصاب The amount of this activator calcium is often insufficient to initiate contraction, but can be increased indirect by following mechanism. صراحة هذا الحكي اللي حكيناه هو بالسكليتال مصل، بالعضلات الهيكلية. الكارديت مصل عملية ارتباط الكالسيوم الفعال هي غير كافية حتى يكون التقلص أو لبدء التقلص. إذا insufficient to initiate contraction، العضلات القلبية عملية دخول الكالسيوم ويرتبط بالتروبونين، هاي العملية مو كلش كافية إنه التقلص يصير مضبوط. بالتالي أكو عدة ميكانيكيات تساعد أيضا هذه العملية. شنو هاي الميكانيكيات؟ هذا الحكي بالكارديك مصل فقط. أول شيء عندنا depolarization wave in the T tubule، تجي depolarization wave موجة غير قطبية فاقدة القطبية تجي للتي تيوبيول، من تجي على التي تيوبيول راح تفتح long lasting calcium channel in the T tubule membrane and sarcoplasma and sarcolemma and calcium diffuse from the extracellular fluid through this channel into the cardiac muscle fiber cell causing a small increase of the systolic fluid cytoplasm calcium contraction in this region of the T tubule adjacent to the sarcoplasmic reticulum. إذا من يجي الديبولاريزيشن ويف تجي موجه، هاي الموجه تجي للتي تيوبيول راح تفتح قنوات الكالسيوم، مو فقط اللي موجوده بالساركوبلازم ريتيكولم، لا راح تفتح قنوات قنوات الكالسيوم اللي موجوده بالتي تيوبيول ميمبرين على غشاء تي تيوبيول، اللي موجوده بالساركولما الموجوده على الغشاء الخلوي، اللي موجوده يعني على كل هاي الاماكن مو فقط مثل الساركوبلازم ريتيكولم. بالتالي الكالسيوم راح ينتشر من السوائل ويدخل this channel into the cardiac muscle fiber cell، يدخل الخلايا اللي فيها القلبية، واللي راح يزيد small increase in the systole. فبالتالي راح يزيد مستوى الكالسيوم داخل الخلية أو داخل، من أقول systolic يعني داخل السيتوبلازم. calcium concentration in this region of the tubule and adjacent sarcoplasmic reticulum. فإذا راح يزيد تركيز الكالسيوم في التيوبيول والأجسن التاركوبلازماتيك ريتيكولم. هاي العملية هذا this calcium called depolarization calcium، هذا الشيء اللي راح يصير اللي انفتح أكثر من قناة يسموه الكالسيوم الفاقد للقطبية. يعني هو هذا عملية دخول الهواية الكالسيوم راح يخلي الخلية تفقد قطبيتها بشكل أكبر النوب. Then and although amount is normally very small، وبالتالي حقيقة الكالسيوم موجود بالطبيعة كلش قليل، فإذا هاي العملية الدخول راح تغير الديبولاريزيشن، راح تغير عملية القطبية الخلية. It is important because act signal for this large amount of activator calcium from the cisterna of sarcoplasmic reticulum. This is mainly to the systolic calcium that cause concentration. إذا بالتالي هذا عملية دخول الكالسيوم راح يسبب لنا ديبولاريزيشن، قلنا بالطبيعة هو كلش قليل. Because وبسبب دخول هذا الكالسيوم راح تصير تتولد عندنا الإشارات، وهذه الإشارات بسبب الكمية الكبيرة من الكالسيوم اللي راح تنفرز من السيسترنا من السيتوبلازميك ريتيكولم، وبالتالي كنا راح نشوف الكالسيوم كلش تركيزه عالي فراح يصير عندنا التقلص. زين، وبالتالي once calcium is in the cytoplasm bind to the troponin، إذا صار عندنا مستوى عالي من الكالسيوم أيضا راح يجي يرتبط ويا التروبونين وراح يتحفز عندنا contraction. As a result myocardial cell contract when they are depolarization، إذا myocardial cell contract راح يتقلص when depolarization، صار عندنا لازم نفقد القطبية حتى تتقلص. فلازم تفقد القطبية حتى تتقلص. The force of contraction directly proportion to amount of the systolic calcium. إذن force قوة التقلص تعتمد أو تتناسب طرديا ويا زيادة الكالسيوم. فيعني كل ما زاد الكالسيوم داخل الخلايا كلما كانت سرعة التقلص كانت أقوى. فلهذا شوف العضلات القلبية فتحت أكثر من قناة حتى يدخل الكالسيوم.
زين contraction end when size to calcium contraction restore in the original level. اذا يمتى يصير contraction؟ عندما يكون size to calcium يعني الكالسيوم داخل السايت لازم هو كلش عالي عن المستوى الاورجينال المستوى الطبيعي. In the other words في عبارة أخرى relaxation of cardiac muscle occur as a result release of actin myosin combination this achieved by decrease in the intracellular calcium to the pre-contraction level which may be occur. إذا بعبارة أخرى أنه حتى من يصير عندنا خلينا نقول من يصير عندنا relaxation يعني العضلة تسترخي وتتقلص فمن يصير عندنا relaxation استرخاء للعضلة القلبية فهذا نتيجة قلة الكالسيوم اللي موجود داخل الخلية فإحنا قلنا تناسب طردي فكلما زاد الكالسيوم زاد التقلص كلما قل الكالسيوم قل التقلص وهذا هو الحقيقة اللي يصير بها Active reuptake of calcium into the sarcoplasmic reticulum by calcium channel pump primarily active transport of calcium يعني واحد من أسألك أنه الكالسيوم صار تركيزه عالي داخل الخلية شلون يقل داخل الخلية عن طريق ميكانيكيات اثنين active reuptake يعني الجسم يرجع يطلع ياكل خلينا نقول عن طريق كالسيوم او reuptake of calcium هذا الكالسيوم عن طريق السيركوبلازم الريتيكولوم عن طريق بام فد مضخات هاي المضخات ترجع تضخها وتطلع وهذا يعتبر active transport نقل فعال يعني يحتاج اي تي بي حتى تضخها اكو نوع فد بام ثالث او بام ثاني يسموه active pump of excessive كالسيوم أو سايز ذا فايبر إذن هو أكو بامب أو نوع من المضخة هي لزيادة الكالسيوم تطرحها للأوتسايد عن طريق صوديوم كالسيوم إكسشينجر يعني تدخل صوديوم من بداله وتطلع الكالسيوم فبالتالي تستخدم الكارير بروتين البروتينات الناقلة مو مثل الأكتيف ترانسبورت أو برايمري أكتيف ترانسبورت تحتاج طاقة لا هذا يحتاج لبروتينات الناقلة حتى يصير هاي العملية The heart normally cannot stimulate again until after it has relaxed from the previous contraction because myocardial cells have long refractory period that corresponds to the long duration of their action potential. The heart normally, the heart طبيعي, cannot stimulate again. يعني ما تقدر تحفزه مباشرة حتى العضلة يعني من يصير عندك تقلص ما تقدر إنه بيجيها تحفيز صار تقلص لا لازم صار تقلص وراء صار refractory يعني استراح relaxation وراها يرجع الجهد مرة ثانية. Then, summation of contraction and tetanus are this prevent and myocardial relaxed at rich contraction to ensure rhythmic pump action of the heart. يعني مثل ما حكينا قلت لك انه لازم يصير relaxation ويلا يصير عندك يلا يصير عندك يعني خلينا نقول التقلص الثاني فعندنا تقلص انتصار زين هاي العمليه يجي الكالسيوم ينفتح في التي تيوبيول راح يروح للسيسترنا راح يفوت الكالسيوم وممكن ان هاي البمبات تطلعه شوف هذه البمبات تطلعه Factor that affect cardiac contractility. العوامل اللي راح العوامل اللي راح العوامل اللي راح تؤثر على الكونتراكتيلتي فعندنا عدة عوامل ميكانيكال عوامل ميكانيكية كارديك عوامل بالقلب نفسه عوامل اكسترا كارديك مشاكل من القلب او خارج القلب ميكانيكال فاكتور البريلود مثل من اني احكي عن الميكانيكال فاكتور العوامل الميكانيكية هي البريلود يعني الفينوس ريت يعني شنو اللي يحدد لك مستوى تقلص الدم اولا البريلود يعني ايش قد الدم الفينوس اللي جاي من الاورده الراجع فكلما كان الدم راجع هوايه فتخيل انه دا يوصل القلب الدم كلش هوايه فيحتاج انه يتقلص حتى اكثر حتى يضخ الدم الراجع تمام والافتر لود وش قد الدم الطالع فتخيل اذا الدم الطالع كلش قليل فبالتالي هذا يحتاج انه يزيد الكونتراكتيلتي او القلب فالبريلود هو الدم اللي يجي للقلب والافتر لود الدم اللي يطلع من القلب زين البريلود قلنا از لود اوف ذات ديتيرماين ذا انيشال لينث اوف ريستنج ماسل بيفور كونتراكشن البريلود هو عباره عن لود عن ضغط ديتيرماين يحدد انيشال لينث الطول الاولي اوف ريستنج ماسل يعني ايش قد طول العضلات قبل الكونتراكشن قبل التقلص زين ذا ليفل اوف بريلود از بري ريبريزنتنج باي ذا اند دايستال فوليوم الليفل اوف ذا بريلود مستوى البريلود يعني مستوى البريلود يتمثل بالان دايستول فوليوم يعني حجم الدم اللي موجود بنهايه الدايستول نهايه
الدايستول. يعني الدايستول شنو هو؟ يمثل انه يمثل تقلص الفينتريكل. فاذا البريلود هو ايش قد بقى دم، يعني هذا الفينتريكل ايش قد بقى بيه دم ورا ما صار بيه تقلص بالفينتريكل، فهذا يسموه الاي تي في. على سبيل المثال باي ذا فينس ريتيرن افكت تنشن ديفلوب ان ذا مسل، بالفينس ريتيرن مثل ما حكينا ياثر التنشن الضغط على العضله، قلنا كلما زاد فبالتالي راح يحتاج تقلص اقوى. وان فينس ريتيرن اللي يسموه اي دي في اللي هو يسمينه اند دايستول فوليوم انكريز، كلما زاد سترينث اوف فينتريكولار كونتراكشن انكريز تو. يعني تخيل انه الدم يوصل للقلب فالقلب يحتاج يقلص اكثر حتى يضخ هذا الدم اكثر. ريتو انكريز ذا ستروك فوليوم، واللي هو راح يخلينا يزيد ستروك فوليوم، مستوى الدم الخارج بالقلب في كل نبضه واحده. اسم الستروك فوليوم هو ايش قد كميه الدم التي تضخ في كل كونتراكشن، هو هذا الستروك فوليوم. يعني كل ايش قد الدم يدفع دم ايش قد يدفع دم حتى ينطينا الستروك فوليوم. وهذا هو نسميه الفرانك سترولينج لو. شنو الفرانك سترولينج لو؟ يعني القلب ايش قد يضخ كميه دم في التقلص الواحد او في النبضه الواحد. زين الفرانك سترولينج لو اوف ذا هارت، ذس لو ديسكرايب، هذا القانون يوضح لينث تنشن ريليشن شيب ان ذا مسل. لينث تنشن قوه الشد او طول الشد اللي له علاقه بالعضلات. It states that force of contraction of ventricle depend in initial length of ventricle muscle fiber. إذن هو state هو عبارة عن حالة يقول قوة التقلص للventricle للأذين أو للبطين تعتمد على الطول الأولي للventricular muscle fiber لألياف الventricle لألياف البطين. إذن هو هذا هو، إذن هو status force contraction of ventricle يعتمد على شنو؟ initial length of ventricular muscle fiber. In such a way في هذا الطريق the force of myocardial fiber أو the force of myocardial contraction directly proportion to the initial length of the cardiac muscle fiber. وإذا في هذا يقول قوة التقلص direct proportion تتناسب طرديا مع initial length of the cardiac muscle fiber، مع الطول الأولي للcardiac muscle fiber واللي هو نسميه البريلود. يعني ايش قد مستوى الدم، تخيل انه مستوى الدم كلش عالي فيعني طول العضلات كلش عالي فيعني كمية التقلص تحتاج كلش قوية، فهذا اللي نسميه الفرانك سترولينج لو. فإذا هو direct proportion. This means the greater degree of stretching of the myocardial before contraction. يعني كلما كان العضلات stretching يعني ممتدة أكثر لأنه الدم يوصلها أكثر فيعني الكونتراكشن أكثر، greater force of contraction. هذا هو الفرانك سترو، يعني يقول لك كلما كان قبل ما يتقلص كلما كان امتداد العضلات القلبية نتيجة الضغط الدم هواية هو التقلص كان أكثر حتى يطلع هذا الدم، هو هذا الفرانك سترو لو. The greater the force of the contraction. In other words, the Frank Sternberg law reflects the relationship between ventricle and diastolic volume and stroke volume. إذن أكو عبارة تقول هو الفرانك سترولينج لو هو عبارة العلاقة بين الventricular and diastolic volume. إيش قد حجم الدم اللي بقى عند نهاية الدايستول، نهاية تقلص الفنتريكل، وإيش قد حجم الدم اللي طالع ويا كل نبضة واحدة. هذا المثال الآخر. هو كله يفسر بكيف اللي يفسر. When the blood returns to the heart during filling phase, this blood will descend to the ventricle. So ventricle will produce more powerful contraction to pump increased volume of the blood. أنت بس تخيل سالفة. هذا الventricle. هذا الventricle من يضخ الدم مثلاً المفروض يظل به 50 سي سي ما ينضخ. تمام؟ تخيل إنه هذا اللي بقى نسميه end diastolic volume، حجم الدم اللي بقى ورا التقلص. تخيل انه الدم اللي بقى 70 سي سي زين، وده كميه الدم الطبيعيه، فبالتالي مستوى الدم اللي صار بالفنتريكل اكثر من الطبيعي، فيحتاج القلب شو يسوي؟ عمليه كونتراكشن اقوى حتى يرجعه لل 50 الطبيعي اللي باقي. هاي هو الفكره من عنده وهذا فكره الحكي. زين significant of the Frank Sternberg law، شنو فائده هذا القانون؟ Sternberg law law auto regulation of myocardial contraction. هذا القانون حتى ينظم تلقائي للميوكارديال تقلصات العضلات القلبية. شلون ينظم؟ قلنا هو regulation of contraction by changing the length of the muscle fiber. إذا هو ينظم
عن طريق التغير في طول العضلات القلبية، وحكينا شلون يصير. راح نحكي عن فائدة هذا النظام أو فإذا أول شيء normal heart. In the normal heart القلب الطبيعي running low a low change in the right ventricle output too much change in the venous return and maintain equal output from the both ventricles. مثل ما حكينا إنه راح يحافظ إنه كلما زاد ال venous return كلما زاد مثلا عندنا الدم اللي موجود بال ventricle هو راح يحافظ لنا على هذا المستوى حتى لا يصير زيادة عن المستوى الطبيعي. The systemic VR and increase end diastolic volume of right ventricle and increase due to the forceful contraction and increase output much to the increase VR ventricular. يعني مثل ما قلنا إذا واحد صار عند the end diastolic volume زاد فبالتالي الدم اللي راح يبقى في ventricle أكثر فمن راح يجي دم راح يصير أكثر فراح يصير تقلص حتى يرجع للنورمال. وهذا يصير بالright والleft ventricle من نفس الميكانيكية نشوفها. زين ان دينيرفيتد هارت ترانسبلانت هارت اللي هذول اللي يسوي لها عمليات ويطلعون القلب ويحطوه على ميكانيك يعني على شيء ميكانيكي هو ينظم القلب يسوي لهم عمليه فاوتو ريجوليشن اوف مايكارديال كونتراكتيليتي بيكوم مين ذا ميكانيزم نفس الميكانيكيه راح يشتغل بها لهذول دينيرفيتد يعني يحطوه على شيء ميكانيكي يسوي هذه العمليه. In cases of rise of arterial blood pressure, في حالات اللي يزيد عندهم ضغط الدم، فبالتالي stroke volume of the left ventricle would decrease. دائما نشوف stroke volume الحجم الدم اللي يطلع من left ventricle هو كلش قليل، فبالتالي من الحجم اللي يطلع من الدم كلش قليل، فيعني the end diastolic volume هو كلش هواية، لأنه يعني الدم اللي ينضخ كلش قليل، فبالتالي هو نفس العملية راح يسويها. هو الفرانك سترولينج لو فراح يضخ الدم حتى يرجع للطبيعي. حكينا عن الافتر لود، الافتر لود قلنا هو لود اوف ذا مسل فيسز وذ بيجن تو كونتراكت ذا انتاكت هارت افتر لود برودوس باي اورتيك امبيدانس ويتش ديترمايند باي ثور اورتيك بريشر اورتيك سايستال بلاد بريشر والاورتيك وايل ريجيديتي الاثيروسكليروسس بلاد فيسكوسيتي البولوسايتيميا. اذا الافتر لود قلنا هو اللي دم اللي هو يعني اللي يطلع يعني ورا التقلص او الافتر لود يعني ايش قد الدم اللي طلع من التقلص خلينا نقول فهذا الدم اللي راح يطلع من القلب راح ينحكم بعده اشياء مثل اورتيك بريشر مثلا الضغط داخل الاورتا كلش هوايه فالدم ممكن يقل خروجه ممكن الارتيريال واير ريجيد انه الجدار مال الوعاء الدموي كلش سميك فمن ينضخ الدم اكو فد حاجز فما يصير افتر لود وممكن البلاد فيلوسيتي او فيسكوسيتي يعني خلينا نقول جماعة البوليسايفيميا جماعة اللي يزيد عندهم لزوجة الدم فبالتالي راح يصير عندهم هاي المشكلة. الكاردياك فاكتور العوامل اللي تأثر على الكونتراكتيليتي حكينا أول شيء ميكانيكال عندنا كاردياك فاكتور عوامل يعني بالقلب نفسه اللي هي عاملين هي المايوكارديال ماس كتلة القلب إيش قد حجم القلب والهارت ريت ومعدل نبضات القلب. المايوكارديال ماس significant injury or loose functioning ventricular muscle. إذا significant injury أي إصابة أي خسارة بعضلات الفنتريكل جماعة الجلطة والذبحة والهاي فبالتالي decrease force of the myocardial contractility فبالتالي راح يزيد قوة الكونتراكت أبو الجلطة اللي يصير عندهم إسكيميا ونكروسيز راح تموت عضلات من القلب فبالتالي راح حجم العضلات اللي تشتغل قلت فبالتالي التقلص اقل وهذا نشوفه دائما بالهارت فيلير. الهارت ريت معدل نبضات القلب the force of cardiac contractility is affected by the frequency stimulation. اذا الفورس قوه التقلص القلب يتاثر بكميه التحفيز اللي يصير frequency of the stimulation التحفيز and increase the frequency of the stimulation shortening of interval between the stimuli. واحد من increase the frequency of the stimulation واحد من اللي يزيد كمية التحفيز هو shortening interval between the stimuli يعني اكو يعني المفروض هذا فالتحفيز وهذا التحفيز اكو فد هاي المسافة الوقت الانترفال بين الوقت فممكن هاي المسافة قلت فبالتالي ممكن يزيد التحفيز كميته كلش قوية cause proportional increase force of contraction يعني يزيد معدل زيادة القوة في التقلص accordingly على نفس يعني هذا الحكي فالتيكي كارديا اللي عندهم يعني زيادة نبضات القلب فيعتبر positive anatropic effect
Well, bradycardia negative entropic action. يعني اللي عنده زيادة نبضات القلب فهو positive. يعني يزيد معدل التقلص. اللي عنده negative عنده bradycardia قلت معدل نبضات القلب عن الطبيعي فهذا قلنا هو يسموه negative ionotropic action. زين جماعة البوزيتيف ايونوتروبيك ايش يصير عندهم؟ يصير عندهم increase number of the depolarization، يصير عملية depolarization فقدان القطبية يعني زيادة الكالسيوم داخل الخلايا فبالتالي زيادة التقلص. الاكسترا كاردياك فاكتور عوامل خارج القلب تؤثر على عمليات التقلص القلب. This factor effect of the cardiac anaerobic status يعني راح تحفز تؤثر على الانتروبيك عملية التقلصية اللي هي نيورال عمليات أو عصبية فيزيكال أشياء فيزيائية وكيميكال ومواد كيميائية. الأشياء النيورال العصبية اللي احنا السمباثاتيك دائما الجهاز السمباثاوي والجهاز المجاور للسمباثاوي هم هذول اللي يأثرون كعصبيين على التقلص. فالسمباثاتيك الجهاز السمباثاوي stimulate and noradrenaline exert the positive ionotropic effect by increase. إذا دائما الجهاز السمباثاوي هو والنورادرينالين مادة النورادرينالين هي positive يعني زيد عمليات التقلص عن طريق الميكانيكية الآتية. هو يزيد السايكليك اي ام بي هاي الماده اللي موجوده بالكاردياك مسل فايبر. اذا عمليه زياده السايكليك اي ام بي هو بعضلات القلب هذا يؤدي الى زياده تفعيل الكالسيوم داخل الخليه فراح يفوت الكالسيوم داخل الخليه فراح يزيد عندنا التقلص. الهارت ريت ايضا كونفرسلي الهارت ريت قلنا تناسب طرديا يعني كل ما يقل الهارت ريت يصير عنده او السمباثاتيك الجهاز السمباثاوي يؤثر على الهارت ريت بالعكس يعني الجهاز السمباثاوي يقلل الهارت ريت. الباراسمباثاتيك ستيموليت اند استايل كولين اكزيرت بوزيتيف الجهاز المجاور للسمباثاوي والماده الاستايل كولين هي راح تقلل عمليه الانتروبيك او تقلل عمليه التقلص. هو الاوبوزيت ميكانيزم يعني عن طريق اخراج الكالسيوم. إذا السمباثاتيك يفوت الكالسيوم هذا يطلع الكالسيوم. But arterial muscle only since vagal nerve don't supply the ventricle. لكن arterial muscle عضلات الموجودة بالأتريال vagal nerve does not supply ventricle. العضلات اللي موجودة بالventricle ما راح يغذيها أو بالأتريال ما راح يغذيها الventricle. عندنا بعض الفيزيكال فاكتور أو عوامل فيزيائية moderate rise of the body temperature يعني واحد من يزيد عنده درجة الحرارة فبالتالي strength of cardiac contractility increase يعني واحد من يزيد عنده درجة الحرارة راح يزيد معدل تقلصات القلب وذلك عن طريق زيادة الكالسيوم الداخل وزيادة إنتاج الطاقة في هذه العضلات. Well excessive rise of body temperature fever exhaust metabolic substrate in the cardiac muscle and decrease in the contractility. إذا واحد زاد عنده body temperature زاد يعني moderate بشكل متوسط فهذا راح يزيد لكن إذا زادت عن مستوى الطبيعي يعني صار فيفر سخن مو زيادة درجة عن سخن صار مرحلة السخونة فبالتالي راح يصير عند الميتابوليك سبستريت يعني يزيد عمليات الأيض الخلوي في العضلات القلبية فلازم يزيد عند تقل عند الكونتراكتر تقل معدل نبضات القلب. والهايبوثيرمي also decrease cardiac contractility الهايبوثيرمي قلل درجات الحرارة ممكن أيضا تقلل الكونتراكتبلتي. زين إذا المودريت رايز زيادة وسطية زيد لكن كفيفر كسخونة لا تقلل. أكو بعض العوامل الكيميائية اللي هي هرمونات مثل الكاتيكولامين اللي هي تشمل هرمون الإبنفرين نور إبنفرين دوبامين غلايكوجين ثايرويد هرمون هاي الهرمونات هي تعمل بوزيتيف ايونوتروبيك افكت يعني تزيد عمليات التقلص القلب. بعض البلد غاز بعض البلد غاز الغازات يعني الاكسجين اللي موجود مودريت هايبوكسي يعني اذا واحد صار عنده قله بالاكسجين لكن هاي قله متوسطه بقله الاكسجين هايبر كابنيا زاد مستوى السي او 2 فهذا يزيد الكاردياك كونتراكتبلتي يزيد معدل تقلصات القلب حتى يصير التعويض اكثر. لكن سيفير هايبوكسيا سيفير هايبر كابنيا يزيد يعني صار عنده مستوى كلش عالي لفقدان الكالسيوم ومستوى عالي من السي او 2 فهذا يقلل الكونتراكتيلتي. الهيدروجين ايون كونتراكشن البي اتش يعني كل ما يزيد الاتش ايون الهيدروجين فدروب اوف ذا بلاد بي اتش يعني اسيدوسيس يعني كل ما يتجه الجسم للحموضه فهذا ينطي بوزيتيف ايونوتروبيك وعلى العكس كل ما يقل الاتش فبالتالي راح يزيد البي اتش راح يصير الكلوسس الدم حامضي او قاعدي فراح يصير بوزيتيف يعني يزيد الكونتراكشن. عندنا بعض العوامل الكيميائيه اللي هي ايونوتروبيك ايون بعض الايونات مثل الصوديوم
فإذا صار واحد عنده هايبرناتريمي يعني زيادة مستوى الصوديوم الداخل، فالصوديوم إنفليكس راح يزيد مستوى الصوديوم اللي يدخل ويزيد مستوى الكالسيوم اللي يخرج عن طريق هذا الإكسشينجر، هذا عمليات التبادل. فتخيل إنه الكالسيوم ده يطلع ويفيد بدال الصوديوم، فبالتالي هذه صار عملية ريلاكسيشن نسميه نيجاتيف أيونوتروبيك إفكت على الأذر هاند. لكن الهايبرناتريميا، الهايبوناتريميا يعني اللي هو يصير عنده قلة مستوى الصوديوم، فهذا التبادل مدى يصير، فالكالسيوم راح يبقى داخل، فيصير عملية تقلص أكثر. بعض الأشياء مثل البوتاسيوم، البوتاسيوم كهايبركاليميا يعني زيادة مستوى الكالسيوم، هو يعمل على نيجاتيف أيونوتروبيك إفكت، يعمل على تقليل مستوى التقلص، weakness the myocardial contractility contractility يسموه الفلاسيديتي، يعني تكون العضلة كلش ضعيفة نتيجة الهايبركاليميا زيادة مستوى البوتاسيوم. and may stop heart in the diastole، ممكن يتوقف القلب لحظة الدايستول الكونتراكشن، فبالتالي هايبركاليميا كلش خطيرة، القلب ممكن يوقف. This is because the excess calcium in the extracellular fluid decrease resting membrane potential. ليش؟ ليش ما يصير عنده تقلص؟ لأنه الكالسيوم إذا مثل ما حكينا بالأكشن بوتينشال أنه هو يفوت ويطلع، فبالتالي من يصير عندنا زيادة بالإكستراسيلولار فلويد، فبالتالي راح يأثر على جهد الخلية، فبالتالي ما راح يتكون الأكشن بوتينشال، فبالتالي ما راح يصير عندنا الثريشولد، يعني ما راح يجينا المستوى اللي يخلي الفقرة أو الليف العضلي القلبي أنه يصل لمرحلة فقدان القطبية، فبالتالي ما راح يصير عندنا هاي الأشياء. زين سو قلنا الاكشن بوتنشال ريدوس ليدنج تو ليس انفلكس اوف ديبولاريزيشن، قلنا انه هو راح يمنع الديبولاريزيشن مال الكالسيوم، فبالتالي ما راح يتفعل الكالسيوم، فبالتالي ما راح يصير عندنا. ان اديشن هايبركاليميا انكريز اكسايتيشن اند ديكريز كوندكشن ليد تو ذا اكتوبيك اند دايليتد فلاسيد هارت اون ذا اذر هاند، مثل ما حكينا ان الهايبركاليميا راح ياثر يقلل عمليه التواصل الكهربائي الكوندكشن، فبالتالي راح يصير توسع بالقلب والفشل القلبي يصير عنده بي. الهايبوكاليميا يزيد عملية التقلص في عمليات معاكسة، يعني يزيد الأكشن بوتينشال، يزيد الجهد الخلوي، يزيد الكالسيوم وهكذا. الكالسيوم مثل ما تشوفون الكالسيوم هو له دور رئيسي، فإذا زاد عنده مستوى الكالسيوم أكيد راح يزيد عنده التقلص، إذا قل عنده مستوى الكالسيوم أكيد راح يقل عنده مستوى التقلص. عندنا بعض المواد السامة التوكسين، بعض المواد السامة سيفير توكسين مثل سيريان سنيك فينوم توكسين ريليز باي ذا ديفثيريا مايكرو أورغانيزم، بعض مثلا اللدغات أو خلينا نقول سم الأفاعي، وبعض المايكرو أورغانيزم مثل الديفثيريا، الديفثيريا اللي هي فد نوع من البكتيريا، هذا تنتج نيجاتيف أيونوتروبيك إفكت زين، وهذا هو يأثر على الكونتراكتيليتي. بعض الأدوية اللي هي كاردييك جلايكوسايد مثل الديجيتاليس الديجوكسين، هاي الأدوية this drug inhibits، يعني بعض الأدوية مثل الديجيتاليس الديجوكسين هذول هي تمنع دخول الصوديوم بوتاسيوم ATPS in circulation of cardiac muscle، يعني ما راح تخلي يصير الأكشن بوتينشال، so من ما يصير عندنا الأكشن بوتينشال راح يتأثر الكالسيوم، من يتأثر الكالسيوم يعني هاي العملية كلها. زين عندنا الزانثين، بعض الأدوية مثل الكافاين التايوفيلين برونكودايليتر، هاي الموسعات الرئوية ممكن تعمل على بوزيتيف ايونوتروبيك يعني تزيد عمليات تقلص القلب. عندنا بعض الباربرتشوريت البروكانامايد، هاي الادويه هي انستيتيك دراي، بعض الادويه المخدره هي تعمل كالسيوم بلوكر دراي، يعني ما تخلي الكالسيوم يفوت، فبالتالي نيجاتيف ايونوتروبيك عن طريق ديكريس كالسيوم انتو ذا كارديك مصل، يعني ما تخلي الكالسيوم يفوت بالمصل فايبر. هذا بالنسبه للمحاضره بشكل بسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.